طارق بص لي هنا بس، انا مش عايزك تشيل اكتر من طاقتك. اللي انا سمعته منك ده على فكره ما يدركش في اي حاجه. انت كنت بتحمي نفسك من خليل ومالكش اي علاقه بموته ولا اللي حصل لفايزه، وبعدين هو اصلا كده كده كان هينتقم منها. هي القصه بس ان انت دخلت نفسك في الصراع مش بتاعك، يعني تقدر تقول كده ان انت كنت السلاح اللي ضربها بيه. اي حد على فكره كان مكانك ما كانش، يعني ما كانش ايه بس يا عبد الوهاب؟ ما كانش ايه؟ انا فعلا في حاجات بتتغير جوايا. اول يوم في التجربه حطني في نفس الموقف اللي حطني فيه امبارح ورفضت، مع ان ده كان هينقذ حياه بنتي اللي هي حياتها اكيد اهم من حياتي بكتير. ودلوقتي بعد ما عدى 11 يوم من التجربه الزفت دي سالني نفس السؤال وحطني في نفس الموقف بس ما جاوبش نفس الاجابه. ده معناه ايه؟ ان انا بتغير فعلا وللاسوء، ودي حقيقه. انا مبسوطه انك اخترتي تحافظي على بيتك. بس انا بصراحه مش قادره اقبل الوضع ده. انت بصي، انا ما انكرش ان انا من ساعه ما قربت من صافي وعرفت هي عندها مشاكل قد ايه، ده خليني ارتبك ومعرفش افكر، يمكن خليها تصعب عليا كمان. بس انا مش هقدر استحمل الوضع ده كتير، لازم يكون في حل. وطارق ما شكلوش كده هيسيبها قريب. والله العظيم لولا فريد انا ما كنتش قبلت ده خالص. في حاجات كتير قوي اتغيرت في قراراتي، هي الحاجه الوحيده اللي مخليني قادره اكمل. ربنا يخليها لك حبيبتي. صباح الفل يا دكتور. فل طبعا، طالما لسه عايش يبقى صباح الفل. عايش مين فينا؟ انا ولا انت؟ طالما في نفس داخل وزيه كده خارج يبقى لسه عايشين. سيبك دلوقتي يا دكتور، كنت قاعد بعمل شويه حسابات كده وفي مساله وقفت عندي فقلت اطلب مساعدتك. اكيد انت كدكتور علاقتك بالارقام احسن مني بكتير، مش كده؟ تفتكر توفيق علاقتي بالارقام احسن منك؟ لا، ارقام التجربه دي حاجه تانية خالص، وما تنكرش ان وراها مجهود جبار. الارقام اللي هسالك عليها ارقام عاديه، يعني مثلا يا دكتور 2 زائد 1 بالنسبه لك يبقوا كام؟ اقفل يا توفيق. والله انا عايز مصلحتك. ما تعودتش عليك كذاب. وانا ما تعودتش عليك يا دكتور انك ما تثقش فيا. بص هقول لك ايه، انا قررت الايام الجايه هديك شويه مفاتيح كده للي هيحصل قبل ما يحصل، على اعتبار يعني انك صعبت عليا بجد. المهم لو عرفت الاجابه بتاعت 2 زائد 1 يبقوا كام، ممكن تعرف هيحصل ايه النهارده، وممكن تقدر تمنعه وممكن لا. معرفش. 3. لا يا دكتور 12. 2 زائد 1 بالنسبة لك يبقوا 12. فكر كده براحتك. ازاي 2 زائد 1 بالنسبة لك يبقوا 12؟ قدامك نص ساعة. سلام يا دكتور. Thank you.
قولي لي شيرين مالها بقى؟ أنا قلقانة عليها. من كام يوم خرجت ورجعت متأخرة بعد الساعة 10 بالليل، وكان في حد بيوصلها. حد مين؟ ولد يعني؟ اه ولد. ولما سألتها قالت لي مفيش حاجة، ده زميل عادي يعني. طيب إيه المشكلة؟ المشكلة إنها بعد موت أبوها انطوت على نفسها، وما كانش عندها أي أصحاب، هي صاحبة واحدة بس، ولا بتتكلم مع حد ولا عرفت حد، ما عندهاش خبرة. اللي زي دي سهلة قوي يضحك عليها. انتي هتقولي لي عليها؟ خلاص أنا هتكلم معاها وهعرف لك الحكاية بالظبط. ألو؟ مدام تغريد؟ أيوة مين؟ حضرتك ما تعرفينيش يا فندم، أنا لو سمحتي لي يعني عايز أسألك سؤال. هو لو أم فريدة الحقيقية يا قررت تاخدها منك، حالتك هتبقى إزاي ساعتها؟ إيه التخريف اللي أنت بتقوله ده؟ أنا ما بخرفش يا مدام تغريد، وأنت عارفة كده كويس. أنت عمرك ما سألت طارق هو اتبنى فريدة إزاي؟ ومنين؟ طب وليه؟ بعد ما عرفت إنه متجوز عليكي، ما فكرتيش إن فريدة ممكن تبقى بنته من مراته التانية؟ مجرد احتمال يعني. يعني مش أكتر يا مدام تغريد. مين اللي بيتكلم؟ مش مهم أنا مين، المهم إن فريدة رجعت لك يوم اتنين في الشهر وكان معاها هدية صغيرة. حضرتك ما قدرتيش تترجمي هي جات لك ليه يوم اتنين في الشهر ومعاها فيديو طارق مع صافي. فكري كويس. فريدة طارق وحشك؟ لفة طويلة قوي مش كده؟ معاكي حق، ربنا يكون في عونك. أنا واثق إن كل مرة هتبص فيها في وش فريدة مش هيفكرك بيه بأي حاجة تانية غير بصافي، ده غير الفيديو. ابقى خلي طارق يحكي لك إزاي ده حصل. على العموم هو في طريقه. وليكي دلوقتي. في إيه تغريد؟ مالك؟ تغريد؟ المكالمة دي من مين؟ مالك يا حبيبتي؟ مسوة سريعة وهنصحى من شهرين بالكتير. مش ده كان كلامك؟ إن أنا وافقت على وضع زي ده. قلت معلش، أنت قدري وكفاية إن فريدة معي. دلوقتي بقى مش بس كل ما أشوفك هفتكر خيانتك ليا، كمان كل ما أشوف فريدة. أنت عارف ده معناه إيه يا طارق؟ بص لي هنا، عارف ده معناه إيه؟ معناه إن أنا هموت كل يوم، كل يوم. ترجع تقولي حرام، اصلا ضحيه وفي حد عايز يبوظ لي حياتي. يا اخي ما انا اقول ابو حياتك كلها. فهمني بقى ازاي ده حصل؟ ازاي ده حصل؟ ازاي لفيت عليا اللفه الطويله دي؟ ازاي؟ ازاي خبيت عليا كل ده؟ انت مش هينفع يا طارق.